طيب اسف يا جماعه اللي انا اتاخرت على الفيديوهات، وده كان كسل مني يعني. ممكن تقولوا ممكن تعملوا فيا اللي انتوا عايزينه، بس بجد انا ان شاء الله يعني ان شاء الله باذن الله مش هقطع تاني، ويكون دي اخر مره اقطع فيها. وبسبب ان انا رجعت بسبب صحابي يعني قالوا لي ارجع ومش عارف ايه، في ناس برده في الكومنتات زي الكومنت ده قال لي ارجع فيديوهات او رجع فيديوهات مش فاكر الكومنت قوي، فانا رجعت عشان صحابي برده قالوا لي ارجع وبس. وانا بعتذر مره تانية ان انا بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات، وان شاء الله هنزل باستمرار وفلوجات وفلوجز وهنزل حاجات كتير وتعجبكم ان شاء الله. ويلا نبدا الفيديو. النهارده لعبه غريبه عجيبه، ممكن تلاقوني اخر واحد عملها في الكون اساسا، كل الناس عملوها، كل اليوتيوبرز عملوها الا انا اخر واحد. لعبه النهارده لعبه بتعرفك هتموت امتى. طبعا الكلام كله هزار، كلنا عارفين عمر بيد الله ده كلام كفر ما لكمش دعوه بيه، الموضوع كله هزار مش اكتر. تمام يا جدعان، واجهه البتاع اهي، ليتس ستارت. ده انت بالانجليزي الله، ده احنا هنبدع النهارده في الحد. Do you go out partying a lot؟ يعني انت بتروح حفلات كتير؟ يعني لا مش كتير، ما بروحش صراحة. لا لما بكون عايز، لا ما فيش اصلا حفلات عندنا في مصر، او في بس من قليل يعني. طيب have you ever smoked something that you probably shouldn't have؟ يعني انت بتدخن عامة؟ يعني بتدخن؟ I'm smoker sure. No way. الحمد لله. When was the last time you had ايه ده؟ انت شفت بقول ايه؟ هوب. طيب اخر بيقول لك اخر مرة عملت طيب يا جماعة بيقول لك ايه اخر، امتى اخر مرة عملت فيها شومبن دي جينكن بوندن اح؟ عملت اخر فيها جينكن بوندن اح؟ فا I can't even remember. الله، من كترهم مش من كترهم ما بعتش this month، الشهر ده few weeks ago، من شو من اسابيع رمضان الماضيه، this week، الاسبوع ده، today، النهارده last night. طب انا واحد مؤمن، يعني انا واحد مؤمن مش كافر والله ولا ملحد، يعني مفيش no way، مفيش انت كافر، مفيش اجابه اقول له انت كافر، مفيش غير I can't even remember. معلش يا جماعه سامحوني. Do you usually remember your dreams؟ بتفتكر احلامك؟ والله انا مش يعني sometimes يعني احيانا. Which hot beverage طالما يعني طالما قول السؤال تاني. Beverage do you prefer؟ ممكن تبقى بريفير يعني مفضل على ما اعتقد. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي. ممكن تكون مفضل عصير شاي سخن، شاي حاجه سخنه، شاي سخن بره، حاجه سخنه، مشروب سخن، هوت كوكو، هوت شوكليت، يعني شاي something else، تي وورم. ايه ده؟ مش الشاي هو التي؟ مش بقول لكم لعبه كافره؟ والله لعبه كافره. كافي، انا هختار كافي اخر حاجه، كافي زي الفل. Do you use my most in جمله كده مع مش راكبه مع ايديا والصوره اصلا مش عجباني فانو. Do you like to meet new people؟ يعني انت عايز تشوف ناس جديده، تتعرف على ناس جديده؟ طبعا. حد يقول لا، بس الناس يكونوا محترمين يعني او عاملين. Would you want some mustard؟ اللي مستردة يعني with your hot dog، يعني انت عايز المسترد على الهوت دوج اللي هو الكلب حار؟ لا والله لو ترجمتها كده بجوجل ترانسليت كده هوت دوج هتلاقي كلب حار. المهم ساده ولا مسترد؟ نجرب. شوكليت شيب ولا بتر كوكيز؟ طبعا البتر اللي هو البسكوت الساده اللي على جنب ده بالزبده، والشوكليت كوكيز. شوكليت شيب صراحه يعني قلبي كده داخل في شوكليت شيب، مش عارف يعني ايه. نجرب شوكليت شيب. يلا pick your favorite season، يعني اختار احسن موسم ليك. سيزون، انا اعشق السمر، اعشق الصيف طبعا، سبرينج خريف على ما اعتقد، وسبرينج ربيع، فول خريف، مش عارف عكست ولا لا، وينتر الشتاء، سمر الصيف. سمر، انا هختار سمر. فرانك سينترنارا سيناترا اور الفيس بريسيلي، مش عارف ايه الفيس بريسيلي، الراجل اللي على الشمال ده كانه عيل
في نفسه كده فاهمين. ف لا هختار ايه طبعا انا ما بحبش الناس اللي فانا هختار الراجل على اليمين الراجل بين عليه من القرن 19 كده مع انه راجل قديم برده شايل اللي بين عليه اللي هو كده برده فانا هختار فرانك سينتر طار انا يا كافر يا كافر يا ملحد. طبعا اول حاجه مسلم السافر بتاع ده خلاص طبعا او بيقول لا قبل ما اقفل بيقول لك ايه يو ويل داي ات ذا ايج اوف 88 او 88 يعني هتموت في ال 88 سنه يا كافر تمام انا خلاص هو حد اللي انا هموت 88 سنه ما علينا كل ما الناس دعوا بكلامنا طبعا الموضوع كله ضحك في ضحك الموضوع كله هزار مش صدق ولا اي حاجه الكلام ده كافر مالناش دعوه بيه الناس ملحده ولا كلب احنا طبعا كلنا عارفين الامر بيد الله الفيديو ده يتمنى يجيب بقى لايكات نرجع اللايكات والدعم وابوس ايديكوا ابوس ايديكوا تكتبوا كومنتس تحت في الفيديو عقوبات وتحديات يعني تحدي الضحك طبعا عملته في تحدي الضحك في اول فيديو في القناه خالص كان تحدي زي الخرق زي الخرق اقسم بالله يعني شفتوا بصوا صوتي من صوتي دلوقتي الفيديو قارنه لو عايزين تروحوا تشوفوا الصوت فيديو شفته والله العظيم فصلت ضحك انا وعلي اللي عملت معاه تحدي لو فاكرين تحدي الاكل هو كان كل شويه كان عاملين عيد الفيديو كان شاطر فان شاء الله هعمل ممكن كمان انا اعمل انا وعلي كمان فيديو رياكشن وانا رجعت يا جدعان ان شاء الله يعني هعمل هبتدي ان شاء الله هعمل فلوجز وتحديات وفيديوهات زي كده وكل حاجه اتمنى بس اشوف دعمكم يا ريت بقى تعملوا لايك وشير كده وصلت الفيديو لكم وفيديو عجبكم اتمنى تعملوا لايك وسبسكرايب والكومنتات لو ترجع لو ترجع عليهم عشان نعمل تحديات ومعاها عقوبات وشير يا جماعه شير وسبسكرايب ولايك وتعالوا ممكن تبقوا تعملوا كومنتات والسلام. We're gonna make it.